جولتنا الثقافية والفنية لليوم نبلشها مع المهرجان دبي السينمائي يلي أعلن عن تكريم المؤلف الموسيقي اللبناني جابرييل يارد ومنحه جائزة تكريم إنجازات الفنانين خلال الدورة الـ 13 يلي رح تنعقد بشهر كانون الأول المقبل. وهالتكريم بيجي كتتويج لمسيرة جابرييل يارد الحفلة بالأعمال السينمائية الناجحة والموسيقى التصويرية يلي أبهرت المشاهدين والمستمعين. تنتقل اليوم الدورة 16 لمهرجان بيروت الدولي للسينما، وفيلم الافتتاح رح بيكون The Girl on the Train للمخرج تيت تايلور من بطولة أميلي بلونت، والعرض رح بيكون بتمام الساعة 7:30 بالفوكس سينماز. وبقية العروض خلال هالأسبوع السينمائي رح تستقبلها صالات جراند سينماز بالأباسية الأشرفية. I saw her from the train. She was with this man. Just for a second. بمناسبة الاحتفالية اللي بنظمها مسرح المدينة بمناسبة مرور 20 سنة على افتتاح هالصرح الثقافي ببيروت، موعد بكرة بستة الشهر مع عرض مسرحي بعنوان العنف لجليلة بكار والفاضل الجعيبي، وهي بتحكي عن المخاوف يلي خلقت عند الشعب التونسي ما بعد الثورة. العرض بكرة وعرض واحد رح بيكون بتمام الساعة 2:30 المساء على خشبة مسرح المدينة، ومنشوف هون مشاهد من عمل سابق لفاضل الجعيبي. تستقبل جامعة جورج تاون بقطر أمسية مع الفنانة اللبنانية أميمة الخليل وهاني السبليني، وذلك بإطار الموسم الثقافي لبرنامج اللغة والثقافة العربية. الموعد الاثنين المقبل بعشر الشهر بمسرح جامعة جورج تاون بقطر على الساعة 6 المساء، والدعوة عامة. ننتقل الى الشارع الحمراء وتحديدا شارع الى الحمراء وتحديدا شارع عبد العزيز يلي راح بيودع الصيفيه هالسنه مع مهرجان منوع ترفيهي ب 8 و9 الشهر وعنوانه جود باي سمر 2016. الاحتفاليات راح بتكون فاذا على مدى يومين من الساعه 9 الصبح لغايه الساعه 11 المساء، وزوار المهرجان راح يختبروا مختلف الانشطه الترفيهيه والفنيه. تختتم اليوم بسينما متروبوليس سوفيل بالأشرفية فعاليات مهرجان ما بقى إلا نوصل أو almost there، وهالمهرجان بيسلط الضوء على موضوع الهجرة والنزوح من خلال أفلام وثائقية عن أشخاص هربوا للنجاة بحياتهم أو بحثا عن مستقبل أفضل. وضمن عروض اليوم مع الساعة 8 رح نكون على موعد مع فيلم فري رينج أو سيبي لباسم بريش، والدخول مجاني لجميع الأفلام. جيبوا سكينة كبوا الحلبات. بمناسبة مرور 150 سنة على تأسيس الأيوبي، بتقدم مبادرة العمل المسرحي بالجامعة ومركز الفنون والأداب عرض أدائي بعنوان مناضلات. هالعمل فكرة وأعداد سحر عساف، وهو عبارة عن أداء لثلاث خطابات ألقتها نساء رائدات بالأيوبي بأوائل القرن العشرين. جوليا قصار رح تقرأ مي زيادة، عليا الخالدي رح تقرأ عنبر السلام، والممثلة الفلسطينية رائدة طه رح تقرأ وداد قرطاس. الموعد فأذن مع مناضلات بكرة بستة الشهر بالأسامبلي هول بالأيوبي. نتابع جولتنا مع مهرجان إيل دو فرانس للموسيقى، ومثل ما ذكرنا قبل الموسيقى اللبنانية هي عم تكون ضيفة الشرف بهالمهرجان. ضمن المواعيد المقبلة موعد بعد بكرة بسبعة الشهر مع الفنان زاد ملتقى يلي رح بيقدم حفل موسيقي بتياتر جان فيلار دو فيتري سور سين. شرح المسجع شرعنا تقابلنا وتمثلنا وتسلمنا.
شفنا مشاهد من زجة الأوبرا أراب مع الفنانة فادية طنب الحاج طبعا يلي جمعها هالعمل مع زاد ملتقى، وفادية طنب الحاج هي اللي افتتحت مهرجانات إيل دو فرانس من أيام قليلة بفرنسا. تحية للفنان الراحل حسن علاء الدين أو شوشو، بيقدم متحف مقام بعليطة بجبيل معرض بيضم صور ومقاطع من عدد من مسرحياته تحت عنوان آخ يا شوشو. وخلال الافتتاح رح بيقدم الفنان زياد عيتاني مقتطفات من مسرحية بيروت طريق جديدة. الموعد السبت تبين الشهر على الساعة 6 المساء بمتحف مقام. حضرة الوجيه الأمثل. أهلا شوشو. ولك يخرب ذوقك يا منى، هيدا عريس تتجوزيه ولا سعدين تربطيه بجنيني؟ نعم يا شيخة. الطب ولا قلة النظر؟ ليكي بنطلونه، هيدا بنطلون هيدا؟ لا تاخد اعملي تنورة. وهيدا بنطلون الرسميات ولا ال... لا بنطلون ال... اكتب يا بلوي اكتب. منتابع ومننتقل الى فيردان وتحديدا ذا بالاس اللي رح يستقبل امسيه مع الفنانه اللبنانيه ايفون الهاشم بعنوان لو تعرف. الموعد ب 20 الشهر على الساعه 9:30 المساء بذا بالاس. غير هيك لو تعرف انه الدنيا ما بتدور حواليك، لو تعرف انه بكره رح يفضوا ايديك، انه الوقت بضل يبرم مهما ناموا عينيك، انه ما في شيء بيضل ما بيحمل انتظار، لو تعرف انه الولد صار اليوم ختيار، كنا سودا ذكرياته مش ناطر بقال كتير، خايف بس تخلص حياته. وبخبر اخير وبتقدم جمعيه رودز فور لايف عبير نعمي، الفنان عبير نعمي بحفل عنوانه أفق بمشاركة أوركسترا بيروت السيمفونية بقيادة المايسترو لبنان بعلبكي. الموعد بكير بس لازم نعلن عنه لكل الأشخاص اللي حابين يدعموا هالجمعية. الموعد رح بيكون ب 16 تشرين الثاني، وبيعود ريع الحفل فئة إلى رودز فور لايف صندوق طلال قاسم للعناية بذوي الإصابات البليغة، وذلك برعاية وزير الثقافة روني عريجي. وصلنا رح نسمع للفنان عبير نعمي. وصلنا إلى ختام جولتنا على المواعيد الفنية والثقافية، بنرجع مرة جديدة لعند جويل لناخذ فكرة عن حركة السير. المؤهل محمد ظاهر معنا من غرفة العمليات المشتركة بهيئة إدارة السير، ومعه بنعرف أكثر عن أحوال الطرقات اليوم. مرحبا. صباح الخير. كيفك؟ يعطيك العافية. وأنت كمان، كيف أوضاع الطرقات؟ يعني مبدئيا حركة سير كثيفة بشكل عام، يعني نبلش أن حركة سير ناشطة إلى كثيفة على مداخل بيروت الشمالية والجنوبية والمدخل الشرقي من الصياد. نعم. مدخل بيروت الشمالي حركة سير كثيفة من الكازن وحتى جسر السرايا، بتكمل حتى نفق نهر الكلب، جسر الضي، الفهود، جل الديب، دورة الكارنتينا. كذلك عندنا ساحة انطلياس باتجاه الاوتوستراد عم تشهد حركة سير كثيفة. نعم. بوليفار سن الفيل حركة سير ناشطة إلى كثيفة من محاول نهر الموت باتجاه الصالومي، بتكمل كثيفة من الصالومي باتجاه الحايك نزولا حتى جسر الواطي. اوكي. مدخل بيروت الجنوبي حركة سير ناشطة من الدامور باتجاه النعمة، تصبح كثيفة على خلدي باتجاه إنفاء المطار وكذلك باتجاه الوزاعي. مدخل بيروت الشرقي حركة سير كثيفة من كوع عريا نزولا باتجاه المدرسة الحربية الصياد. نعم. كذلك بالنسبة لداخل عاصمة بيروت عندنا حركة سير كثيفة من تقاطع قصص باتجاه عمر بيا من عملية بشارة الخوري، ومن مدخل سبق الخير بدارو باتجاه عمر بيهم. بربير كورنيش المزرعة حركة سير كثيفة، وجسر الكولا حركة سير كثيفة من المدينة الرياضية باتجاه نفق سليم سليم، وأخيرا عندنا أوتوستراد الرئيس الهراوي حركة سير كثيفة باتجاه أوتيلديا. الله يقويك، خذ نفس، خليني اسالك سؤال. بامرك. ارتاح شوي. عن حوادث السير بين امبارح، يعني بالاجمال حركه السير كثيفه من دون عوائق، ما في شيء اي اشكالات على الطرقات، بس هي الحركه الصباحيه المعتاده. صحيح. حوادث بالنسبه للحوادث، يعني تسجل عندنا 6 حوادث بس عدد كبير من الجرحى، 16 جريح وقتيلين من جراء حادث بين دراجتين منطقة الأموع حلبة، 16 جريح، في 12 جريح منهم حادث سير بين فان لنقل الركاب، 12 جريح المدارس بحادث واحد؟ حادث واحد نعم، بين فان لنقل التلاميذ وسيارة منطقة صريفة صور. يعني تلاميذ بين الجرحى؟ صحيح.
ان شاء الله بيقوموا بالسلامه، ان شاء الله كل الجرحى بيقوموا بالسلامه. صحيح. ومخالفات الرادار شو بدك تقول شيء؟ بالنسبه لمخالفات الرادار في 1092 مخالفه رادار خلال 24 ساعه. بدي اوجه نصيحه بس بنتمنى من السائقين الكرام بشكل عام وسائقي الباصات والفانات المخصصه لنقل الطلاب بشكل خاص القياده بحذر والانتباه اثناء القياده حفاظا على سلامه الطلاب والسلامه العامه. مزبوط، نحن من ضمن صوتنا لصوتك، يعطيك العافية ونتمنى لك نهار حلو. بريك جديد نرجع من بعده لأخبار الصباح، خليكن معنا.